على ذكر محمد ثروت وعلي الحجار وعمرو دياب، يعني عمرو دياب مال. اكتشافك، اه حضرتك اللي اكتشفته. اه طب ما تحكي لنا. ومحمد منير، ليه سبت محمد منير مثلا؟ انا هقول لك حاجه بقى، هقول لك سر الصنعه. يلا. انا بشوف بريء معين في عينين المطرب اللي ناوي يبقى نجم. تمام. ذو العينين الخاملتان ابعد عنه. فلما بيجي لي واحد يقول لي ايه، انا هاني عايز ابقى مطرب، وانا دكتور، لو ما نفعتش كمطرب هرجع للدكتور، اقول له اتفضل وخد الباب وراك. ليه؟ روح اشتغل دكتور. اه ليه؟ اللي عمل توليفة النجاح في العالم هو طارق بن زياد، لما حرق المراكب والعدو من امامكم والبحر من وراءكم فاين المفر. دي توليفة النجاح اللي عايز ينجح. فسواء منير ولا عمرو، انا هقول لك حاجه، احنا عملنا حفله في فرقه المصريين في بورسعيد، ودخلنا ننام في الاوتيل، خبط عليا واحد، فتحت، هو عمرو دياب، شاب جميل ولطيف، خير، انا عايز ابقى مطرب. سمعنا يا سيدي. فسمعني، تبص صوتك حلو، عربك حلوة، ودنك موسيقية، عندك مشكلتين قدام الثلاث حاجات، وشكلك حلو، واحنا دلوقتي بقينا في زمن التلفزيون. انت بتقعد في بورسعيد وبتنطق بورسعيدي، دول مشكلتين. فالحقيقة بص لي كده وطول في البصة وسكت ما قالش حاجة خالص. طيب السلام عليكم، راح ماشي. أنا اعتقدت إن دي آخر مرة أشوفه فيها. أيوة. صحيت الصبح نزلت لقيت الميكروباص موجود والفرقة كلها موجودة وده واقف في نصهم. بقول له خير يا ابني، في إيه؟ أنا كل ده ببص في لمعة في عينيه، أكون أو لا أكون. أنا عارفها، عارفها كويس. قال لي مش انت قلت حاجه انا جاي نازل معاكم مصر؟ خد قراره. قلت له يعني انت عندك حد تنام عنده وعندك مش عارف؟ قال لي انا جايب المنتج كمان، مش ما مش عارف، ركب العربيه معاك. فالاسراج ده والبيع، عشان كده ما فيش حاجه اسمها حاضر. انا لما قلت له هو فكر في ايه؟ طب هحل الموضوع مشكلة مشكلة، أول حاجة أروح مصر. وبعدين اللهجة يعني التخلص منها اللهجة سهلة سهلة أوي. جميل. طب إيه اللي اتغير من أول مرة شفت فيها عمرو دياب ودلوقتي؟ أقول لحضرتك حاجة غريبة جدا. واحد من المسخناتية كلمني بالتليفون قال لي اللي أنت بقى متبنيه ودخلت معهد الموسيقى العربية، سايب المعهد وعمال يلعب كورة. فين؟ قال لي في مدينة السينما. خدت عربيتي ورحت مدينة السينما. يا عمرو، عمرو رجالي، لازم اديك بقى فكرة عن حاجة. كان في واحد صحفي من دبقه، علشان هو كان مليان، عمرو دياب بيغني كما يأكل كمر البحر، عمرو دياب بيغني ومنين اجيب كفتة، عمرو دياب كان مستلمه. فلما جه بقول له عمرو ساب المعهد وعمال تلعب كورة، قال لي انا بعمل عمرو دياب عشان يخس. خدته في حضني، انا عرفت ده هيبقى. وانا ماشي بقى بالعربيه عكس كل الناس، لما شفته متصور بالفانيلا الحمالات دي والكواترسبس باين والترايسبس انا وقفت بالعربيه سقفت. عارف ليه حضرتك؟ الفنان اللي يقود الشباب للرياضه احسن من اللي يقودهم لحاجات وحشه. صحيح. فده مثل اعلى، وده لازم نقف جنبه ولازم نمدح فيه ليل مع نهار. ما حدش يقول لي هو ده مطرب. اقول لك حاجه بقى، لو عمرو دياب قرا قران جنبك وما عيطتش، انا ادفع لك اللي انت عايزه. قدير، ده مطرب قدير. وتعلم عندي ما تديش كل اللي عندك في الحفلات ابدا، لازم حاجه عشان بكره، لازم عشان
يعني حضرتك كنت المعلم الاول لعمرو دياب؟ طبعا. طيب ليه في الاعلان الشهير بتاعه اللي هو جمع حبايبك ناس بصت في الاعلان ما لقتش هاني شنوده؟ يسال بقى عمرو مش انا. يعني هو لو كان شاور كنت تفسيرك ما عنديش تفسير طبعا. هل مش ما فيش تواصل بينكم لغايه دلوقتي او يعني في الفتره الحاليه قصدي؟ لا ما اصل حضرتك ايه امسك ابني وبنتي نادر ودينا لما ما يكلمونيش يبقى الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس، لو اتكلموا يبقى يا بابا هات فلوس في مشكله حلها لنا مش عارف نو نيوز جود نيوز. لا بس اكيد بتتابع يعني اخبار عمرو دياب. لما مره وقع في مشكله مع واحد صحفي التجأ لي كان في سوء تفاهم وفعلا لك هو كان غلطان ولا الصحفي كان غلطان وانا حليت المشكله بمنتهى البساطه.